هادو جوج كنستعملهم صراحه رائعين، وحتى هما مليئين بالفيتامينات، مليئين بالفيتامينات. كتلاحظوا معايا مليء بالفيتامينات، فيتامين ا تي 3، فيتامين او، فيتامين كي 3 الى اخره، والاحماض الامينيه. وكي تنقولوا الا استعملتي هاد باتيوت ديال او تي تي نار بريد ماكس، راه تكون وفرتي الطيور تاعك تقريبا كلشي. اذا كيف 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 نستعمل البريد ماكس مع الباتي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، موضوع اليوم سيكون جد جد مهم. كده تعرفوا إخواني في الله، أنا دائما أشارك معكم تجاربي الشخصية. فدرسنا اليوم سيكون عن البريد ماكس. كده تعرفوا إخواني في الله أن البريد ماكس في هذه الفترة جميع الأوروبيين تستعمله، فهو تساعدنا باش يكون الإنتاج تاعنا وفير، وتكون الطيور تاعنا في صحة جيدة، وخاصة الناس اللي تربي الحصان راه تساعد بزاف. ما هو البريد ماكس؟ هو مكمل غذائي غني جدا جدا بالفيتامينات والبروتينات والاملاح المعدنيه والاحماض الامينيه التي جسم الطائر ديالنا وخاصة الحصان لا يوفرها. كيف قلت لكم، مليء بالاحماض الامينيه بكل انواعها، يعني فيه كل شيء، كل ما يحتاجه الطائر ديالنا باش يكون في صحة جيدة. كيف قلت لكم، فكيف نستعمل بريد ماكس وكيف نقدمه للطيور؟ نقوم بخلطها مع الباتي. اخواني في الله، انا شخصيا نستعمل نوعين من الباتي. كي تلاحظوا معايا، كاين هذا تاع شركه روجيو ديسو فلاري، وكاين هذا بينيتا، وهما ايطاليان الصنع، من جوج مصنوعين في ايطاليا. هو باتي ابيض، يعني ما فيهش شيلول ولا شي حاجه، يعني وخاصه الناس اللي تستعمل الريسيسيف ولا الموزايك روج ولا الموزايك جون ولا اي طائر فيه ابيض في الجناح تاعو، هذا هو الباتي الممتاز. انا كنظن احسن نوع عندي في الاسواق، وانا مش ندير لهم الاشهار ولا نقول لكم شنو شنو دابا، هي تجربتي الشخصيه. انا ما تندير الاشهار لشركه لا والو، هادو جوج كنستعملهم صراحه رائعين، وحتى هما مليئين بالفيتامينات، مليئين بالفيتامينات. كتلاحظوا معايا مليء بالفيتامينات، فيه فيتامين ا تي 3، فيتامين او، فيتامين كي 3 الى اخره، والاحماض الامينيه. وكي تنقولوا الا استعملتي هاد باتيوت ديال او تي تي نار بريد ماكس، راه تكون وفرتي الطيور تاعك تقريبا كلشي. اذا كيف 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 نستعمل البريد ماكس مع الباتي؟ نقوم بوضع 100 غرام من الباتي. كي تلاحظوا غادي نحاول ناخذ 100 غرام، غادي نحلو العلبه. تلاحظوا هاد فلايت تجي مع هاد الخنيشه هادي، وراه متوفره في 4 كيلو كي تلاحظوا، وكاينه 6 كيلو وقيلا و12 كيلو. الرائحه نتاعها رائعه جدا، يعني كي قلنا غادي نوضعوا 100 غرام من الباتي، غنجيبوا ميزان وغادي ناخذوا 100 غرام. كيف تلاحظوا معايا، عندنا دابا 100 غرام تاع الباتي، وفي كل 100 غرام تنديروا 5 غرام من البريد ماكس. واذا تلاحظوا معايا البريد ماكس تجي مع هذه الملعقه هذه فيها 5 غرام. حاولوا نفتحوا حتى هو. كيف لاحظتوا معايا، غنوضعوا 5 غرام من البريد ماكس، 100 غرام من الباتي هكا، ونحاولوا نخلطوهم جيدا، نحاولوا نخلطوهم مزيان، ثم نقدمها للطائر تاعنا. نوضعها لهم في البوديو ولا المعلف بحال هادو كي تلاحظوا، او هادو. ولا هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم عثمان، ما تنساوش نخليكم الى عجبتكم هذه الحلقه ديروا اعجاب واشتركوا في القناه وقوموا بتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. كل عنده شي تساؤل او توضيح يخلي تعليق وسوف اجيبه في اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.